هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شاب باقي 20 سنه والدايموند الروي راح يتجدد يا اساطير. الصراحه كلش متحمس لهذا الدايموند الجديد شباب. قم برش المقطع حبايبي، باقي 17 ثانيه 15 ثانيه. لا تنسوا صلاه حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام، يا احلى ناس راح نكتشف مع بعض، راح نكتشف مع اللي بعدنا، نكتشف مع بعض. اوكي نشوف شو راح ينزل معلم حبيبي. والله قم برش المقطع شباب، لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات، باقي 6 ثواني حبيبي. والله هيك بكون خلصنا المقدمه على الرواق. سو ليديز اند جنتلمان، خلينا نعمل هيك ونشوف شو راح ينزل حبيبي. والله وينه؟ تعال نعمل هيك، وقف، نطلع لفوق، نطلع لهون، نجي لهون. وات وات، ايش هذا؟ ايش هذا شباب؟ ايش هذا القرش معلم؟ شو القرش معلم؟ شو هذا؟ يا للروعة. لا 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 لا، هذا مستحيل شباب. مثل ما انتم شايفين شباب، عندي 209 بطاقة شباب، راح نحاول نجيب هذا القرش المميز شباب. هذا الصراحة هذا السكين يعني الصراحة ما بعرف يعني ما في شيء. خلينا نبلش، خلينا نبلش الحرب شباب. ليتس جو شباب. ايه تمام حبيبي والله. لا الحظ معلم اليوم لوس يا اخي شباب، صدقوني شباب، انا الصراحه عم اتفاجئ. خلينا نشوف هي سوني. والله شباب يعني عندي هون كم بقي ينتهي الحدث؟ 32 يوم. هذا راح يتجدد بعد 32. والله شباب نكملهم، نحرق شوي بطاقات هذول معلم، نخلصهم شباب يعني ممكن يطلع لنا كيوب ماجيك. تعالوا هون حصلنا على السكين شباب، الحظ لوز اللوز حبيبي والله. التمانة عشان يطلع لنا، راح يطلع لنا كيوب ماجيك ولا لا؟ والله ما راح، شكل ما راح يطلع لنا كيوب ماجيك شباب. والله حتى نشوف. حاول نجيب هذا السكين. تعالوا يا جميل، تعالوا ليديز اند جنتلمان حبيبي والله. اوبا خلاص شباب، جبنا حرقنا ابو الماكينه شباب، جبنا كل شيء. الوضع لوز لوز شباب، جبنا اهم الاشياء. طيب كيو ماجيك ما طلعنا شباب، صراحه شباب كيو ماجيك يعني ما في، وصراحه يعني سكنات كيو ماجيك ما في شيء يعني صراحه يعجبني. ليش شباب راح نصبر شوي، نخلي هالبطاقات على رواق. اوكي والان شباب ندخل نروح نجرب السكين شباب. هذا السكين طبعا شباب، هذا السكين نزل من غير سيرفر. اوكي سوينا شوي. قول لي حبيبي والله هذا السكين جميل جدا. وين السكين هذا؟ وين السكين؟ يا سلام عليك، يا سلام. طبعا هذا السكين شباب بيصير للشاب ولا البنت. اوكي راح نجربه للشاب ونشوف شكله بالشاب. وبعد طبعا شباب اي سكين يعني بتعرفوا لازم ندخل نجيب كم هيد شوت فيه الشباب وشكل الزمن. شو هذا؟ شوفوا شكله شباب، شكله مضحك كثير. اوكي ليديز اند جنتلمان، تعال هون معلم، تعال هون حبيبي والله. فرج 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 على القرش معلم. ايش هالقرش هذا؟ فرج 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 فرج، شوف شكله. يلا لا تضرب حبيبي تعال 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 تعال، لا تضرب خليك محايد. فرج شو رايك بالسكين معلم؟ ها خلي شو رايك بالسكين، عجبك؟ ها يلا علوبي قلبي، علوبي. ايش يا السكين؟ اغرب سكين باللعبة فري فاير كلها على بعضها شباب. بس والله يعني شو هذا؟ والله جابني هير شوت، كفو عليه. اوكي شباب، ثواني شوي. عجب، حابب اتاكد من شغله شباب، هذا السكين انه هل يا ترى الحقيبه خلينا نشوف الحقيبه كيف وضع الحقيبه يا شباب. عجب من الحقيبه ايوه والله شباب، شوف الحقيبه شباب، شكل الحقيبه كيف يكون. والله الشباب شوف 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 جسمه كيف عم يطلع شباب، شوفوا تحس انف، شوفوا تحس انف الشطر الفاير باس الاول. ويل شوف 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 شباب، خلينا نروح نجربه بالسكين، نشوف نجربه بسكين البنت الان. ليتس جو، تعال نجي لهون معلم، نجي لهون نغير الكاركتر. طبعا شباب سكين يعني عن جد نو كومنت صراحة، سكين شباب يعني غريب عجيب، بس حابب اشوف شكله بالبنت كيف شكله. تعال هون خلينا نحط اي شخصية نحط هاي، نحط هاي معلم، شوف كيف شكله بال وينه. تفرج يا سلام عليك، خلينا ندخل على التدريب شباب نجرب السكين معلم. ليتس جو، صراحة السكين هذا الشباب يعني ما اعرف كيف خطر على بالهم يعني هيك يخطروا على بالهم هيك يشوفوا يعني يخترعوا هيك سكين. طبعا شباب بالنسبة لسكين البنت صراحة أحسن، بيجي أخف شوي وشوف
شوف عنده هون من ورا ايش عنده الظهر هون قرش و وات حبيبي والله تعال ندخل نشوفه باللعب كيف يكون. تعال هون يا جميل التمانو ليتس جو يا بوي. وين الناس وين الناس وين الناس وين الناس وين الناس وين الناس معلم نفرجيهم شوي كم هيت شطات هيك على الرواق معلم. تعالوا تعالوا هذا يضرب شو عم بيسمع شو عم بيعمل هذا شو عم بيعمل شو عم بيعمل حبيبي والله مرحبا كيفك حبيبي معلم وقف يا هذول ما بيشوفوني هذول ولا كيف هذول ما بيشوفوني ولا كيف عليهم لك شو عم بيصير هذول ما بيشوفوني ولا كيف شباب شو عم بيصير سكين فيه ميزة ولا كيف معلم سواني شوي تعال 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 وقف شوي هي اوكي شايفني اوكي شايفني الجميل هذا شو عم بيعمل هذا واقف جنبي حبيبي والله حبيبي والله حبيبي 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 يلا نحاول يلا تعالوا 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 جمع نوقف مع اكبر عدد من الناس تعال 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 خلي يقتل هذا الاحواق وراه خلي يقتلوا معلم يحميني يخرب بيت يا اخي والله ما حدا عم يضربني شباب والله مفاجئ انا بس لك والله جبته 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 هيد شوت شباب اسطوري شو عم بيعمل هذا يا اخي والله الشباب ال شو اسمه بالتدريب غريبين عجيب اقسم بالله شو عم بيصير معهم لا هذا بلاش يضرب معلم هذا ها على اللوبي معلم فرج هذول معلم هذول حلوين هذول اصحابي فرج هذول صاروا اصحابي يا شباب هذول اصحابي والله هذول صاروا اصحابي يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك من حالك اوكي شباب الحلو خلص يكفي بكون جربنا سكين شباب وعملنا جو حلو بالتدريب والوضع اللوز اللوز يا اساطير حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع يا حبايبي لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبي الكرام صراحه شباب انا معي صدمه كبيره شباب انا معي صدمه كبيره انه حصلت هذا السكين يعني من اول 10 لفات يعني صراحه الحظ لوز اللوز والسكين هذا شباب من اغرب السكنات راح يكون سكين نادر عن قريب شباب يعني لوز لوز اوكي حبايبي الكرام لا تنسوا تشاهدوا الفيديو نزلت لكم اياه على القناه الثانيه حبايبي الكرام والانستغرام يا اساطير اوكي ونشوفكم مقاطع جديده يا احلى ناس سلامات باي باي.